السلام عليكم، معكم بن شعر سامر المدعو به ابو ادم. بغيت نوصل الميساج تاعي من هذا المنبر باش الناس كاع اللي عندها بلاصه شابو وعندها اي مساحه خضراء حداه يتهلا فيها ويسقمها. وهذه الحاجه ما تكلفش معك حاجه كبيره، ولا كيما راكم تشوفوا هنا مواد بسيطه كاع بسيطه قادر تلقاها في النفايه كاع، استغلها تنقيها تسقمها كاع ونسقموها كيما هذو اللي هما. وهاد الاسباس هادو كيما حنا نقولوا ماشي تحوس تلقاهم في بلايص هكا المناطق الخلابه كيما هنا، كاين كيما هادو العمارات هادو الاجتماعيه، كاين كيما هادو عندهم هذوك المساحات هذو كيستغلوهم. ورانا نشوفوا بلي راه كاين الثقافه في هذا المجال هذا، رانا نشوفوا بلي راه كاين كيما الناس هكا راهي كيما نقولوا توعوا، ما راهيش كيما بكري بلا. ويكون في علمكم هذه المنطقه هذه كيما راكم تشوفوا فيها، تدخلوا من بعد الجامع ثاني تشوفوا في الفيديو وتشوفوا في الصور تبعها. هذه كانت هنايا يرموا فيها الاوساخ، وكانت حنا ما نقولوش سمحوا لي على الكلمه هذه، كانت نسباله. وانا من قبل كان يسكن هنا حداها وقعدت تاثرت بهذا الاخر، قعدت نقول علاه بلادي كيما هكا وبلاصه هذه تاعي نخلوها دايره كيما هكا، نحوس نردوا حاجه سلبيه نردوها ايجابيه، على نخلوها كيما هكا مسخه ونخلوها، فهمني؟ هذه هي رسالة تاعي انا باش الشعب الجزائري هذا كاع يكونوا كيما ابو ادم، كاع نكونوا يد واحده ونتعاونوا. انا مانيش راني وحدي، ماذا بيا انا كاع نكونوا يد واحده، فهمني؟ كاع نتعاونوا باش ما نرموش الاوساخ، باش ننظفوا باش نسقموا كاع. والحمد لله راهي كاينه النتيجه، راهي كاينه النتيجه، الناس راهي تجي عندي والناس راهي تساهم والناس راهي تعاون، وبالقليل وبالكثير وكاع. احنا ما نقولوش احنا اللي يجي مرحبا به، ما نقولوش كاع الباب راه مفتوح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.